أي مرحبا. كوكب الأرض مليء بالأماكن التي تحدث فيها أمور غريبة والتي ليس لها أي تفسير منطقي لحدوثها. أكمل الفيديو إلى النهاية حيث سأقوم بعرض 5 أماكن هي الأشد غموضا على كوكبنا، وأجبني في التعليقات إن كان لها أي تفسير أو إن كنت قد زرتها يوما ما. لنبدأ. أولا، جسر أوفرتون الذي يتواجد في اسكتلندا ويعد من الأماكن التي تحدث فيها أمور غريبة، ويعرفه معظم الناس بأنه جسر الكلاب المنتحر، والسبب غريب نوعا ما حيث أنه منذ أكثر من 50 عاما تم إطلاق العديد من الكلاب في تلك المنطقة، لكن انتهى بها المطاف في قاع الوادي. فشل العلم في تفسير سبب حدوث هذه الظاهرة، حيث كان يتم إطلاق الكلاب وحينما تصل إلى الجسر ومن دون سابق إنذار تقفز من على الجسر إلى الوادي، وكأن هناك شيئا يدفعها إلى القفز. يعتقد البعض أن جسر أوفرتون هو المكان الذي تتلاقى فيه السماء مع الأرض، مما يمنحه قوى تنويم مغناطيسي، بينما يعتقدون آخرون أن شبح السيد البيضاء يجوب هذا المكان ويحط الكلاب على القفز. أما توجد شكوك أخرى تقول بأن الثدييات التي تعيش أسفل الجسر تجذب الكلاب برائحتها ولذلك يقفزون. ثانيا، أضواء مارفا. مارفا مدينة صغيرة تقع في ولاية تكساس، وعادة ما تظهر أضواء غامضة بألوان مختلفة في السماء. في بعض الأحيان تكون هذه الأضواء صغيرة، وأحيانا أخرى يكون حجمها بحجم منزل أو سيارة كبيرة، وهي ظاهرة غريبة وفي نفس الوقت رائعة. هتقام مهندس فضاء سابق في الناسا بدراسة تلك المنطقة لمدة 12 سنة، وفي النهاية خلص بأن هذه الظاهرة تحدث نتيجة احتكاك تحت الأرض. ثالثا، متلة برمودا. لطالما تمحورت العديد من الأساطير والخرافات حول هذا المكان، ولكن لا يمكن نفي حقيقة بعض الأحداث التي حدثت هناك وليس لها تفسير إلى يومنا هذا، حيث ثبت أن البوصلات عند وصولها إلى متلة برمودا لا تعمل. والأمر المثير للدهشة هو أن العديد من السفن والطائرات اختفت في هذه المنطقة. بالنسبة للبعض يعتبر الأمر طبيعيا، حيث أن المنطقة معروفة بأمواجها العالية ومناخها المتغير، مع ذلك حدثت بعض حالات الاختفاء في أوقات جيدة. في نظرك ما هو السبب؟ رابعا، موهنجو دارو، وهي مدينة صغيرة تقع بجمهورية باكستان وتعتبر من أكثر الأماكن غموضا على وجه الأرض، حيث توجد المدينة تحت صحراء ويبلغ عمرها حوالي 4600 سنة. كل شيء فيها يشير على أن سكانها اختفوا بين ليلة وضحاها، وقد عثر على سلسلة من الجثث التي كانت تعانق بعضها البعض، وعلى ما يبدو أن الكثير منها مصاب بتسمم إشعاعي. فماذا حدث في هذا المكان؟ علميا لا أحد يعرف. فماذا تظن؟ خامسا، شلالات الدم. تحدث في أنتاركتيكا أشياء مثيرة للدهشة، لكن هذه المرة هناك تفسير معقول لهذه الظاهرة، حيث أن شلالات الدم في القطب الجنوبي تنبثق بالأساس من نهر تايلور الجليدي الذي يكسوه لون أحمر كثيف يشبه الدم. وتعود هذه الظاهرة ببساطة إلى أن مصدر المياه ملحي للغاية ويحتوي على تركيز كبير من أكسيد الحديد، مما يضفي على الماء هذا اللون الغريب الذي يبرز بشدة عندما يكون الثلج. كانت هذه هي أغمض 5 أماكن على وجه الأرض، وإن كان لديك تفسير أي واحدة منها أجبني في التعليق. وإن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا.